القارة الإفريقية أزمة إنسانية معقدة نتيجة الجفاف، ويعد الصومال من أكثر دول منطقة القرن الإفريقي تضرراً من هذه الظاهرة، والتي تسببت في موجة نزوح كبيرة تهدد الملايين بالجوع والعطش. مساحات واسعة كانت تدر على أهلها مختلف المحاصيل الزراعية أصبحت اليوم صحراء قاحلة بسبب قلة الأمطار، أما أهلها فيعانون الأمرين، الجوع والعطش. سليمان آدم كان يملك 60 بقرة، لم يبق منها اليوم سوى 7 فقط، وهي الأخرى مهددة بالموت. نعيش حياة صعبة، لا طعام ولا ماء، ومزارعنا خلال السنوات 3 الماضية تلفت مصالحها بسبب الجفاف. أخشى على حياة أطفالي، الله وحده هو القادر على إنقاذنا من هذه الأزمة. نحو 70% من الأراضي الزراعية تضررت في إقليمي باي وبكول جنوب غرب الصومال بسبب الجفاف وفق الإحصاءات الرسمية. عشرات المواشي النافقة تنتشر بين المزارع والطرقات. نحو 3.5 مليون صومالي تضرروا من الجفاف، وتوقعات بنزوح 1.5 مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وتقول المنظمات الدولية إن نحو 9 ملايين شخص في إثيوبيا والصومال وكينيا سيواجهون انعداما حادا في الغذاء خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب القحط الذي يجتاح المنطقة. هنا في بيدوى وصلت أكثر من 8000 أسرة نازحة خلال الأشهر 4 الأخيرة. يعيش هؤلاء وضعا إنسانيا صعبا، لا مساعدات وصلتهم حتى الآن، وقاسمهم المشترك هو البؤس والمعاناة والانتظار. لدي 7 أطفال، بعدما اجتاح الجفاف مناطقنا وهلكت مواشينا وكل ما نملكه، جئت مع جزء من عائلتي إلى هنا علنا نجد من يساعدنا. وضع قاهر أجبر الإدارة المحلية على دق ناقوس الخطر. يومياً يزداد عدد النازحين، ومن بقي منهم في القرى والأرياف يواجهون نقص المياه، والوصول إليهم في بعض المناطق صعب لأسباب أمنية. الاحتياجات الضرورية لهؤلاء فوق قدرتنا، وندعو الدول والمنظمات لإيصال مساعدات عاجلة. طلبت منظمات الأمم المتحدة 1.5 مليار دولار لإغاثة المتضررين ومساعدة المحتاجين، لكن الأهم في رأي مراقبين هو إيجاد حلول جذرية تتجاوز المعالجات الآنية لأزمة تتكرر سنوياً في منطقة القرن الإفريقي. جامع نور، الجزيرة، بيدواء.